يا الله يحييك ويحيي المستمعين جميعا. يا مرحبا وسهلا فيك، ونعرف المستمعين والمشاهدين مباشرة عن عملية التحصين في يومها الثاني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، كيف تجري الأمور دكتورة؟ الحمد لله تجري الأمور بكل سلاسة، وأنا الآن أتجول في صالات التحصين. إقبال جيد من المجتمع، عملية الفرز الأولي والثانوي وعملية التحصين تجري بتقنيات حديثة ساعدت أعتقد بشكل كبير، وكما شهد طالبين الخدمة عليها منذ اليوم الأول هو يوم أمس. نعم، البعض أبدأ قلقة من إعلان صحية مسقط إغلاق مراكز التطعيم في المحافظة واكتفائها بمركز عمال المؤتمرات والمعارض، مع كذلك مركز قريات. اليوم كيف تابعتم سير العملية؟ هل شهد المركز ازدحام معين سواء داخل المركز أو حتى خارج المركز؟ بشكل عام تعتمد الآن خدمات التحصين على آلية التسجيل الذاتي. نعم. وهذه الآلية سهلت على مجموعة كبيرة من المستهدفين الحصول على خدمة التحصين، ولكن في نفس الوقت يستمر توافد الفئات المختلفة الأخرى التي قد لا يشملها الخدمة حاليا، وهذا ربما قد ساهم أو ساعد أنه تحدث بعض التكدسات في الشارع القريب من المركز الذي يتوفر فيه الخدمة حاليا. ولكن بشكل عام هناك وعي أكبر، هناك معرفة أيضا يمكن لاحظها المجتمع من اليوم الأول أنه لا يتم استقبال الأفراد بدون وجود موعد مسبق، وهذا يعني تم عمله فقط لتسهيل الإجراءات للفئات المستهدفة ولتسريع العملية والآلية، لأن الأشخاص الغير مسجلين آلية تسجيلهم لا تكون سهلة، حتى وإن كانت سهلة ولكنها تأخذ بعضا من الوقت. نعم. الهدف الأساسي من عملية التسجيل الذاتي هو أن الشخص لا يحتاج أن يأخذ وقته في تسجيل بياناته عندما يصل إلى مركز التحصين، وهذا قد تفاديناه في هذه المرحلة. ولكن بالنسبة للمراكز الأخرى صحيح أنها أغلقت، وكان الهدف تركيز الجهود بعدد الكوادر الصحية بالإضافة إلى اللوجستيات المرتبطة بتقديم خدمة التحصين أنها تكون في موقع واحد، مما يسهل ويزيد من عدد متلقي الخدمة في اليوم الواحد. نعم، وكما تؤكدون أنتم دائما أنه نجاح هذه العملية كذلك يعني الناس هم جزء منه من خلال التزامهم بالإجراءات، ويمكن أهم شيئين ممكن تنصحي فيه القادمين إلى المركز دكتورة هو الحجز المسبق، وأنه يكون من الفئة المستهدفة لأنه راح يريح الآخرين كذلك من عملية الانتظار والطوابير خارج المركز. نعم هذا صحيح، ولكن أيضا نؤكد على طالبين الخدمة عدم التوجه إلى المركز في حالة وجود أعراض أو إذا كانوا من مستحقي فترة العزل المنزلي، يشمل ذلك القادمين من السفر أو المخالطين لأشخاص مصابين، وذلك حرصا على حمايتهم وحماية من حولهم. وهذه التعليمات موجودة في مقدمة البوابات الخارجية عندما يصل إليها متلقي الخدمة. نعم، هذه نقطة في غاية الأهمية، وأتوقع أنها تنطبق على جميع المراكز في السلطنة. نعم فعلا، ولكن يمكن لكبر ومساحة المركز قد لا يعني يتسنى متابعة الجميع أو إعلام الجميع بهذه المعلومات، فتتوفر حاليا في عن طريق مطويات وعن طريق عرض للمجتمع، فهناك مسؤولية يعني كبيرة على الشخص أنه هو يتعرف ويعرف أنه هو في عزل يجب أن لا يختلط بالناس بشكل عام. نعم. وليس فقط في المراكز، ولكن نحن ننبه على هذه النقطة لأن أعتقد الخوف أو الرغبة في الحصول على التحصين والخوف من أن يعني يفوتهم الوقت أن هم يأخذوا هذا التحصين أو هذه الجرعة أحيانا تجعل الشخص يعني يتغاضى عن هذه الأمور مع أهميتها ومع ضرورة التقيد بها. فنرجو من الجميع
الالتزام بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع إن شاء الله. نعم، يعني دكتورة من خلال اللقاءات التي أجرتها الشبيبة مع مجموعة من الناس اللي كانوا موجودين في المركز، يعني أبدوا إشادتهم وارتياحهم بسلاسة العملية والتنظيم في المركز، والبعض يعني وصفها أنها كلها دقائق بسيطة وتنتهي من كل الإجراءات بداية من دخولك وحتى خروجك. يعني من خلال متابعتكم لليوم الأول، إذا كانت هناك ثمة أرقام متوفرة لكم، كم عدد المطعمين إلى الآن في المركز أو خلال اليوم الأول؟ خلال اليوم الأول ما يقارب 3000 تم تحصينهم. ممتاز. وتقيهم للخدمة. طبعا عدد الحجوزات لليوم الواحد تتعدى 4000 حج، ولكن قد يعزى ذلك لعدة أسباب، من ضمنها التغير في التوقيت لعمل المركز، والذي كان من المفروض أنه يعمل لحد الساعة 8:00، ولكن بسبب الإجراءات والقرارات الجديدة للجنة العليا وتيسيرا للأفراد للوصول إلى منازلهم بسلام وتقيد بهذه القرارات، فقد تم تغيير الموعد إلى 6:00 مساء، وكان ذلك يعني التغيير سريع جدا في يوم واحد. وكان هناك أناس يعني خلاص قاموا بعملية التسجيل والحصول على الموعد، فقد يعزى ذلك أن هؤلاء الأشخاص لم يستطيعوا الوصول إلى المركز لسبب أو لآخر في الأوقات المحددة. نعم، إذن التوقيت الجديد الآن مع دخول قرار اللجنة العليا حيز التنفيذ هو 6:00. نعم، من الساعة 8:00 صباحا وحتى 6:00 مساء. نعم، بشكل متواصل. نعم، يعني هل يعني هذا دكتورة أنه على القادمين إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الوصول قبل 6:00 حتى؟ نعم، يعني في زحام وغيره وبعدين. نعم، 6:00 تعني أن عملية التحصين والإجراءات كلها التي تحدث مع التحصين، من وصول الشخص إلى إعطاء التحصين إلى خروجه من المركز إلى عمل الفريق الطبي الموجود هنا والفرق الأخرى المشاركة في المركز، تستدعي الوجود لحد 6:00. فالتسجيل الذاتي أساسا هو لحد 5:00 فقط. تم غلق التسجيل ليكون لحد 5:00، وهذا ما كان متبع أيضا في بالنسبة للمواعيد السابقة، يعني كان الإغلاق يفترض أن يكون 8:00، فكانت المواعيد لحد 7:00. فنرجو من الجميع أصحاب المواعيد الخامسة أن 5:00 أن يصلوا في الموعد المحدد. نعم. لأنه مع تواجد زحام قد يغلق المركز حتى أو البوابات الخارجية للمركز، ولكن ليست كخدمة داخلية، كبوابات قد تغلق حتى من 5:30. نعم، إذن هذا نقطة مهمة يجب أن ننتبه. نعم. لها يعني. نعم نعم، يستدعى من الجميع الحضور حسب مواعيدهم، فعندهم مواعيد 5:00 يكونوا متواجدين داخل المركز. نعم. 5:00. من خلال متابعتكم دكتورة، هل تتوقعوا يعني خلال الأيام القادمة إنه هذا الرقم يزيد، أو بالنسبة لكم يعني 3000 شخص يطعم في يوم واحد هو رقم جيد وهو المستهدف بالنسبة لكم؟ في واقع الأمر المستهدف هو 45 سنة وما فوق، فبما أن هناك فئات لم يتم تحصينها، نحن يعني نترجى توافدها للمركز. أساسا يعني إحنا موجودين وهذه الخدمات جميعها توفر من الكوادر الطبية والغير طبية، وأيضا ما يقوم به المشغلين لمركز عمان المؤتمرات والمعارض هي جهود كبيرة جدا ولا تغفل على الجميع. أنا أعتقد الآن وبعد ما تم مشاهدته يوم أمس هو عمل ضخم، عمل وطني، هي ملحمة فعلا. فنتوقع من جميع الفئات المستهدفة أن تقوم بالتسجيل الذاتي وتتوجه حسب مواعيدها لأخذ خدمة التحصين. نعم، نحن نتمنى من كل اللي يسمعون الآن، يمكن بعضهم في طريقهم للعودة من أعمالهم، إذا كان حد عندكم في البيت من الفئة المستهدفة ويعني إلى الآن ما أخذ اللقاح، نتمنى كذلك أنكم تسارعوا في أخذ اللقاح، والعملية أصبحت يعني أكثر تنظيما. وحتى اللي يسأل الآن، بعض الرسائل تصلنا عن طريق البث المرئي المباشر، يعني أنتوا أعلنتوا أكثر من مرة يمكن دكتورة عن طريق التسجيل الذاتي للتحصين، والعملية سهلة ولكن من الجيد أنك تذكر بها. نعم، عملية التسجيل الذاتي تتم عن طريق الرابط.
أو عن طريق تطبيق ترصد بلس. وأيضا لا يغفل على الجميع، كانت هناك عقبات صراحة في عملية التسجيل ولاحظناها وجربناها بنفسنا للتأكد من سلاسة هذا التسجيل، ولكن قد تم معالجة معظم المشاكل المتعلقة بها. وعندنا مثل ما أخبرت أنا سابقا في لقاءات أخرى أنه كانت مسجلة عندنا أكثر من 3000 حجز لليوم الأول، وهذا كان مماثلا لهذا اليوم، أكثر من 3000 حجز موجود لهذا اليوم. أيضا هذا سؤال من أحد متابعاتنا تقول أن والدتها كبيرة في السن ويصعب عليها النزول يعني والدخول إلى المركز، هل هناك نية لديكم دكتورة في فتح نافذة أو منفذ للتطعيم في السيارات لفئات معينة سواء من ذوي الإعاقة أو حتى من الكبار في السن اللي يكون من الصعب يعني نزولهم ودخولهم إلى المركز وغيره؟ نعم، المشرفين على العمل في هذا المركز من القطاع الصحي والقطاع الإداري لمركز مؤتمرات والمعارض لم يغفل عليه هذا الوضع، وكان هناك دراسة لعمل آلية للتحصين في السيارة. ونعرف أن كانت عندنا خدمة متوفرة في الجمعية العمانية للسيارات لتوفير هذه الخدمة، وكان هدفها الأساسي هو خدمة هذه الفئة من المجتمع، يعني لم يكن الهدف تغطية الأعداد كثر ما كان الهدف توفير هذه الخدمة ولو إن غطت أعداد أقل. في الوقت الحالي لا تتناسب الأوضاع والمسارات هنا في مركز عمان المؤتمرات المعارض لعمل هذه الخدمة، ولكن قد تسمعون إن شاء الله في القريب العاجل توفرها، قد تكون في الجمعية مرة أخرى. هناك رغبة وهناك إلحاح صراحة من المجتمع لإعادة هذه الخدمة، وسنعمل إن شاء الله على توفيرها، إن لم تكن في الجمعية فإذا بطريقة أخرى، ولكن إن شاء الله ستتوفر بإذن الله تعالى. وتحية لجهودكم الكبيرة يعني الدكتورة زينب، وأكيد نحن كوسائل إعلام كل خدماتنا ومنصاتنا تحت أمركم في بث أي رسالة، وبعد قليل سنعاود نشر كذلك الروابط الخاصة بالتسجيل الذاتي للتحصين بإذن الله. أشكركم وأشكر تجاوب الإعلام، أشكر التغطية الإعلامية المميزة من جميع الجهات، وأنا أعتقد الجميع هنا يشارك في ملحمة مثل ما ذكرت سابقا فقط لنحمي هذا الوطن من شر هذا الوباء. شكرا جزيلا لك الدكتورة زينب بنت عبد الرزاق البلوشية، رئيسة قسم الوقاية ومكافحة العدوى بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، كانت معنا مباشرة من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لمتابعة سير عملية التحصين في المركز وآخر المستجدات. ومثل ما تابعت يعني الدكتورة زينب تصف العملية بالسلسة، وهناك بعض التعديل في أوقات المركز ذكرتها بسبب طبعا قرار منع الحركة. وأمس وصلنا إلى أكثر من 3000 تطعيم بالنسبة للأشخاص، نتمنى إن شاء الله أن هذا العدد كذلك ممكن يزيد. اللي كان يسألنا عن خدمة التطعيم في السيارة وضحت الدكتورة زينب قد تكون هذه الخدمة متاحة خلال الفترة القادمة، ونحن متابعين إن شاء الله إذا كانت هناك أي مستجدات. بعد الفاصل راح يكون معنا الدكتور زكريا وقفة في غاية الأهمية للحديث عن الوضع الوبائي في السلطنة، وكذلك الحديث عن أجنحة العناية المركزة لمرضى كوفيد، الأرقام الكبيرة التي تسجل كيف يمكن التعامل معها في هذه الفترة الحرجة للغاية. قبل أن نروح للدكتور زكريا راح نشاهد معا التقرير الذي أعدته الهنوف الفارسية من جامعة السلطان قابوس لانطلاق عملية التحصين في مركز السلطان قابوس الثقافي بالتحديد في القاعة الكبرى، نتابع معا.